السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سلوى من قناة سنسونة سلوى. مين فينا ما بيحبش المقرمشات المالحة بنكهات جميلة جدا؟ النهاردة بقى هنعمل وصفة مميزة جدا، باتون ساليه صحي ينفع للدايت للناس اللي عندها حساسية من الجلوتين أو من القمح أو من الشوفان. هنعمله بطريقة سهلة وسريعة هتعجبكم جدا، ونكهات بقى زي ما احنا بنحب. يلا نخش في المطبخ ونشوف هنستعمل ايه النهاردة. جهزي بقى كوباية الشاي او الشاي بلبن ويلا نشوف هنعمل ايه. هستعمل النهاردة دقيق الحمص، من الحاجات اللي دايما بدعمها وبحاول استعملها. وعارفة دلوقتي في ناس هتقول دقيق الحمص ممكن يعمل نفخة شوية، مجهزة على طول دلوقتي حالا معلقتين من الكمون المحمص، وهحطهم مباشرة مع الدقيق كده علشان ما تقلقوش ابدا، مش هيعمل اي مشاكل دقيق الحمص طالما معاه كمون. ده كمون محمص صحيح، ودول كوبايتين من دقيق الحمص. دقيق الحمص بشتري كده جاهز او اقدر اعمله في البيت من الحمص الشام، وعملناه مع بعض. واللي عايز يشوف الطريقة بتاعته هتبان دلوقتي فوق على الشاشة. ودلوقتي هحط عليه الملح، بستعمل نوع ملح بحري وده افيد حاجة. ربع معلقة صغيرة من البيكنج بودر، وده هيساعدني على التوريقة بتاعة الباتون ساليه لما نفتحها كده من جوه. كمية بسيطة جدا، دي اضافة بقى هتعمل طعم حلو جدا جدا. يعني الحمص من الحاجات اللي طعمها شوية مختلف. ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن سمسم مطحون، مجرد طحنة واحدة كده في محضرة الطعام. يعني نخلي بالنا لان السمسم من الحاجات لما بنطحنها تتحول لطحينة زي ما احنا عارفين، ولكن لو طحنتها طحنة واحدة بس كده هتديني سمسم مطحون. هحط منه معلقتين صغيرين. ناقص دلوقتي الزبدة، وجبتها دلوقتي حالة من التلاجة، عايزاها كده تكون على طول من التلاجة. معلقتين صغيرين من الزبدة على كوبايتين من دقيق الحمص، يعني بمعنى معلقة واحدة بس صغيرة على كوباية، وده اقل نسبة دهون ممكنة. هفرك بقى كده الزبدة مع دقيق الحمص، عايزاها كده تتغلف كويس جدا بيها. اسهل حاجة ممكن تعمليها تتقرمشي فيها من غير ما تحسي بتأنيب ضمير. كمان الناس اللي بتدور على حاجات تكون فيها بروتين عالي وصحية. هحط دلوقتي المية، طبعا من نوع دقيق لدقيق بيختلف، يعني من نوع دقيق حمص حتى لو انت اشتريتيه من مكان واشتريتيه من مكان تاني، يعني جربت الوصفة كذا مرة كمية المية بتختلف. ولكن انا هقول لكم خدت معايا حوالي تلتين كوباية من المية على كوبايتين من دقيق الحمص. تلتين يعني زي ما احنا شايفين كده، دي كانت كوباية كاملة خدت منها الحبة اللي خدتهم دول. ومجرد ان انا لميت العجينة مع بعض، العجينة اهي زي ما احنا شايفين مش بتلزق، سهلة سريعة جميلة جدا رائعة. تعالوا بقى نشوف في الشغل كده هتتعبني ولا هتعمل ايه. طبعا انا عايزة بقى اشكل على طول واحط على ورقة زبدة كده في الفرن. مجرد ان انا باخد قطعة من العجينة وافردها صوابع طويلة رفيعة، كل ما بتكون رفيعة طبعا بتنسى ليه رفيع، فكل ما بتكون رفيعة بتساعد ان هي تقرمش. شايفين كده مش بتلزق في ايدي اهي، بصوا قطعة صغيرة، يعني الموضوع بسيط جدا. انا خلصت كل حاجة بالتصوير في اقل من نص ساعة. يعني طبعا انتوا عارفين التصوير شوية بياخد وقت، ولكن في العادة لما بعمل المقرمشات دي او الباتون ساليه ده ما بياخدش وقت خالص، لانه من غير خميرة وبتشتغلي على طول. والعجينة زي ما احنا شايفين مش متعبة ولا اي حاجة. عندي برضو ملاحظة، لو احنا بنحب بقى الباتون ساليه بطعم واحد، افرضوا مثلا انتوا بتحبوه بالكمون فتقدروا تحطوا في العجينة كمون اكتر شوية، لو بتحبوه بالحبة البركة او بالحبة السوداء تقدروا تزودوا، وبعدين تحطوا حبة صغيرين من بره او ما تحطوش. انا دلوقتي هشكله كله بنفس الشكل كده، وهوريكم ان كوبايتين من دقيق الحمص يعملوا كمية محترمة. يعني ونصيحة ما تعمليش اقل من كده لان كل البيت هيتخانق عليه. خلصت كده، ناقص بقى الاضافات او النكهات اللي انا هزود بيها الطعم، ودي حاجة مهمة. عايزة مية علشان هدهنها كده بالفرشة، اي نكهة هحطها عليها هتلزق بسبب المية اللي انا هحطها. موضوع بسيط صراحة، ما بحبش احط بيض، يعني ممكن نحط بياض بيضة مثلا او حاجة، ولكن المية بتكون كافية جدا.
هحط شوية عليهم الحبة السوداء أو حبة البركة، وشوية أحط بابريكا، ممكن أحط شطة، ممكن أحط إيه كمان، ممكن أحط ملح، أحط كمون، ممكن أحط ينسون، كمان أحط سماق. اكتبولي بقى تحت في التعليقات بتحبوا الباتون سليب إيه، ولو حاجة أنا ما قلتهاش اكتبولي تحت عشان أجربها برضو على ذوقكم. شايفين كده؟ يعني لو في حاجة ما لزقتش حاول ان انا الزقها فيها. كمية طبعا حلوة جدا. دقيق الحمص من الحاجات الصحية اللي انا دايما دايما بحب ادخله في النظام الغذائي واكله للولاد، وانا اكل منه من الحاجات الحلوة، وكمان سعراته الحرارية مش كتير. يعني دلوقتي ده السماق، فتخيلوا مثلا لو ولادكم مغلبتكم في الاكل وبياكلوا حاجات زي كده، تقدروا تاكلوهم حاجة صحية برضو ما فيش اي مشاكل، مع كوباية بقى اي مشروب بتبقى في منتهى الجمال. دلوقتي انا خلصت كل الكمية، ناقص اللي انا بس احطها في صينية واشغل الفرن على درجة حرارة 180. هدخلهم في الفرن حوالي 20 لـ25 دقيقة. بعد ما يستووا هطفي عليهم واسيبهم شوية في الفرن عشان يبقوا مقرمشين كده، يعني عارفين لما يقعدوا شوية والفرن مطفي يقرمشوا كده براحتهم، وبعدين بقى يلا بقى ايه ندوقهم كده ونشوفهم على طول عاملين ازاي. في منتهى الجمال، رائع جدا. طبعا انا ولادي دخلوا وقعدوا ايه ندوق، طب اصور؟ قالوا لي لا ندوق الاول. فزي ما انتوا شايفين كده النكهات احلى من بعض، اللي بحبة البركة روعة، واللي عليه كمون جميل، السماق مش قوي يعني مش باين قوي النكهة فيه، مع كوباية شاي. ومرة تانية عملت شاي بلبن. دلوقتي المقادير اهي مكتوبة، كوبايتين من دقيق الحمص، عليهم معلقتين صغيرين من الكمون، عليهم معلقتين صغيرين من السمسم المطحون، معلقتين من الزبدة اللي جاية من التلاجة على طول، ربع معلقة صغيرة من بيكنج باودر، وتلتين كوباية من المية. لذيذ جدا، اتمنى ان هو يعجبكم ان شاء الله، واشوفكم على خير في فيديو تاني. مع السلامة.